FM. الكلمة ليك. نحكيو أكثر أن طونك أنت كوتش كوتش باش تقتصر المهمة نتاعك أنت باش يجيوك معناها ناس مثلا باش تأثرهم، تحكي لي شوية على التاش نتاعك. زاد تو باش نقوريوك لانه الاسبور قاعدين نقدموا فيه بالكدا اللي هي ما كانش موجوده قبل، اللي هي فما دو تاش اللي قاعد تزاد تو السنه، اللي هو لو كومونتاتور وصل لنيفو سومي بروفيسيونيل ولو كوتش دو ليكيب كي اوسي ا نيفو سومي بروفيسيونيل. لو كوتش هوني كيما المدرب معناتها كيما اي مدرب يحاول يلم الفريق معناتها مع بعضه ويحاول يلاسي دورغانيزي لا كومونيكاسيون في ليكيب كيفاش انت تجير خاطر لو جو يجوا 5 بيرسون دونك 5 كونتر 5 دونك لا كومونيكاسيون بين خمسه جوارات لا ميزون بلاص دو لا استراتيجي نتاع اللعبه. لو كوتش باش انت توصل مرحله الكوتش لازم تكون ديجا لاعب اللعبه هذيك من قبل، باش يبدا عندك لو مينيموم ولا لا كونيسونس بازيك نتاع الجو هذيك، باش تنجم انت تقدم وتعطي لو بلوس اللي معناتها الشباب ما عندوش اللي هو قاعد يلعب معناتها انت بالحكم الخبره نتاعك خاطر الجو هذا اكزيست دوبوي 2010 وحنا 2016 دونك فما شباب اللي قاعد يلعب من 2013 دونك هوني الكوتش ياثر الشباب هذوما يحاول يعمل كيما نقول لا كويزيون بيناتهم خاطر فما ديفيرونس دو داج دونك لنا نحاولوا احنا ندفعوا الشباب هذا باش يقدم في المردوديه في اللعبه نتاعو باش يجم يوصل لنيفو بروفيسيونيل. دونك لنا الشباب معناتها اسونسيلمون لو كوتش يحاول ينسق لا كومونيكاسيون هي تري امبورطون في اللعبه هذه، واللعبه تتلعب على 10 مليون سكوند دونك لازم تركز لو ماكسيموم. احنا شباب اللي ماشي سنه عمره 16 و17 سنه اللي هو احسن من المدخول نتاعكم الخاص مشيتو؟ لا صار دعم من الفيدراسيون انترناسيونال دو سبور الكترونيك وصار دعم زاده من الشركات التونسيه الوزاره السيد الوزير الاتصالات والسيد الوزير الاتصالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات السيد انور معروف استقبلنا بحذاه في الوزاره ودعم الشباب هذا لانه معناتها مجال جديد ثم تشجيع من الجهات ثم تشجيع من الوزاره وحتى وزاره الشباب والرياضه مدام لا سيكريتير ديتا اللي مكلفه بالشباب مدام فاتن قلاي زاده جات في الكوميكون وفرحت بينا واستقبلت معناتها في كوميكون وعملوا دوره في الاستون تاعنا كل. وسيد انور معروف معناتها استقبلنا كفريق تونسي ومعنا زاد شكون ممثل رسمي من التاج في الوزاره وقدم تشجيع وان سوتيان للشباب هذا وللكوميتي الكبير هذا. دونك فما دعم قاعد يكبر بشويه بشويه بارابور للزاني ديرين البريسيدونت الكل معناتها. دونك صابوش كيما كناش نقولوا معناتها في تونس قاعدين نقدموا بالكدا بالكدا في المجال هذا. ستيب باي ستيب شوي بشوي احنا ما نحبوش نقزوا ولا نشوفوا لي زيتاب هكاك خاطر نجموا مثلا نلقاو صعوبه كبيره باش نطلعوا من نيفو لنيفو نلقاو صعوبه كبيره باسكو الناس راهو يعني تصنع في لي برودوي لي كاسكا رياليتي فيرتويال نحكيو حتى على بي سي نحكيو على توسكي 7 دي 5 دي 3 دي حاجات معناها اللي نجموا نقولوا جديده على تونس مازلنا مش مسنسين بها برشا مادام لو تون اللي ما نراوش الحاجات هما في ديارنا راهو مازال جديد علينا كيما لي بي سي احنا تمام قعدنا برشا باش وصلنا للبي سي يعني الناس وصلت تخدم بالسابع احنا مازلنا في ال 98 في الويندوز 2000 مالوريزمون الاكس بي. ليسونسي تحكي لي شويه على التاج الاسوسياسيون نتاعكم اللي هي يعني لابروفيسيون نتاعها اللي هي تونيزيان اسوسيشن اوف جيمرز. دونك تحكي لي شويه اهم الحاجات اللي قاعده تقوم بها تو. التاج كما قلت اسست في 2012 معناتها في عام بركه وصلنا خذينا لا سيرتيفيكاسيون انترناسيونال دو لا فيدراسيون معناتها انترناسيونال دو سبور الكترونيك اللي هي حاجه باهيه على الاخر ومعناتها فرحوا بنا معناتها حتى الفيدراسيون كسمع تونس عملت جمعيه واستقبلتنا هي ديجا ومنشاركوا من 2013 باش تعرف معناتها صافي توا اكثر من 3 سنين نشاركوا. التاج اهم ليزيفينمون نتاعها في تونس ديما سي لورغانيزاسيون دو لا كاليفيكاسيون ناسيونال ليزيفينمون انترناسيونال اللي هو مش سهله باش انت تنظم معناتها تصفيات معناتها محليه اللي باش تخليك معناتها تشارك في البطولات العالميه. دونك في 2013 عملنا التصفيات في تونس 2014 كيف كيف و2015 عملناه في كوريا مشينا وسنه عملت ليزيفينمون نجم نقولوا ملي بداو في لوكال صغير معناتها خمسه بيسيت خمسه بيسيت ويجيوك جمهور صغير تفرج في 2013 لين نوصل توا نشاركوا معناتها الكاليفيكاسيون ناسيونال سي في معرض الكرم ويجيوك برشا شباب من 7500 من 7500 دونك لنا التاج فريمون نحب نشكر كل الطاقم معناتها نتاع صحابي في التاج معناتها من الرئيس الى نائب الرئيس والكاتب العام وكل اللي نظموا معنا انه على المجهودات اللي قدموا فيها باش نقدموا في الايسبورتس في تونس. وزاده نحب نقول انه ان شاء الله معناتها التاج زاد باش تنظم اللي احنا باش نحكيو عليهم بكري بوتيتر ولا هذه باش نرجع لها. كنت خليت نعمل كتقديم شويه للتوسكي باش نحكيو عليه يعني التاج شنيا انت شنيا دونك الكوميكون شنو صار بالضبط. دونك احنا باش نرجعوا ليفينمون اللي حاجتنا به ليسونسيال اللي احنا نحكيو من 4 الى 11 اكتوبر في جاكرتا. دونك نحكيو على الشامبيون هذه بعد الكاليفيكاسيون اللي صارت في تونس اذا كان كلامي غلط نجم بيان سور تقول لي راه غلط مش هكاك. ليسونسيال نحكيو على الحدث هذا الهام كيفاش صارت التصفيات
حكايه كيفاش كان ثم لجنه تحكيم والا لا، دونك فسر لي هكا الاطاره ووضح لي شويه. الكاليفيكاسيون اللي صار في تونس صار في معرض الكرم، معناتها قبل ما نوصلوا نشاركوا، خاطر اللي صار في الكوميكون ما صارش طول التورنوا، صار كان دومي فينال وفينال. دونك قبل ما يصير دومي فينال والفينال شاركت اكثر من 36 ايكيبا كاليفيكاسيون اون ليني، دونك اللعبه تتلعب اون ليني خاطريه معناتها في العشرة من مختلف الولايات الجمهوريه. اي يشاركوا من مختلف الولايات الجمهوريه، يجي يشارك من داره، يجي يشارك من البوبلينات، معناتها يتلموا هو اصحابه. ما يقلقش ولا يتلم في داره ويقعدوا يلعبوا بالكاسك، وفما دي لوجيسيال دو كومينيكاسيون دونك يسهل لهم هذا. دونك من 36 فريق معناتها لعبوا في التصفيات، اللي وصلنا اربع فرق تشارك في النهائي. دونك الاربع فرق اللي شاركت في النهائي صار في الكوميكون كما نقولوا هذا. ودونك فما ترا ديسيبلين حبيت ناكد انه فما ترا جو نلعبوها، فما ليج اوف ليجندز دونك صارت 36 فريق في ليج اوف ليجند، 36 فريق في كونتر سترايك، والهيرث اوف ستون تتلعب شخص بركه. دونك زاد كيف صاروا دي كاليفيكاسيون سولو، معناها مش بالكيبي. دونك هذا كل صار قبل، وفي الكوميكون بيان سور لعبنا كما قلنا دومي فينال والفينال، اللي هو واحد صار نهار السبت وواحد نهار الاحد. دونك هذا كيفاش تصير التصفيات، والكيبا اللي تربح بيان سور هي اللي تطلع تشارك في البطوله العالميه. دونك على 11 شخص باش يشارك كلاعب، خمسه كونتر سترايك، خمسه ليج اوف ليجند، وواحد هيرث اوف ستون اللي باش يشاركوا في الحدث العالمي اللي هو في سيف جاكرتا. ديجا كيما قلت لك الوفد بدا يسافر البارح، لو كومونتاتور سافر، غدوه يسافروا زوز، واحنا الوفد الرسمي باش يسافر نهار الاربعاء، باش يمشيوا نهار ثلاثه باش يمشيوا لجاكرتا. ثم تغطيه عالميه في الايفينمون هذايا، يعني من 4 ل 11 سبتمبر تقريبا، ثم 7 ايام جمعه كامله يعني باش تاخذوا موجودين في جاكرتا. ثم تغطيه، ثم هكا لهوه من وسائل الاعلام كسوا الالكترونيه او المسموعه او حتى التلفزيونيه، دونك يعني ما مشاش معكم حتى حد مثلا من الجورناليست؟ مشي معنا ويمشي من قبل معنا جورناليست، خاطر الفيدراسيون انترناسيونال تمبوز انه الجورناليست لازم يطلع معك، معناتها احنا كجمعيه يفرض عليك انه يطلع ان اوفيسيال دو لاسوسيسيون اي ان جورناليست بور كوفرير ليفينمون هذا. دونك طلع معنا جورناليست من 2013 و2014، سامحوني طلع معنا ان سول جورناليست معناتها، فهمت؟ دونك هذا الجورناليست هو سي لارجمون سيفيزيون كان جورناليست. دونك وصاروا في تونس السنة اول مره تنجم تقول معناتها بعد الحدث الكوميكون اللي هو كان حدث كبير، معناتها استدعونا برشا قنوات، يعني برشا دي راديو لوكال وزاد حتى من القنوات التلفزيونيه، زاد كلمتنا ونوزا كونتاكتي بور ميدياتيزي اللي قاعد يصير معناتها تو سكي في المجال الرياضات الالكترونيه. دونك السنة اول مره اللي معناتها الاحداث هذيا نتاع سبور الكتروني توصل للميديا ونشاركوا كيما اليوم في كابي في معنا بحذاكم. مرحبا، نشكركم مره اخرى. مرحبا. دونك استدعيتونا باش معناتها نوصلوا صوتنا ونوصلوا صوت للناس كل. معناتها نحكيو في اطار عام، نحكيو على المجتمع المدني، نحكيو على الحياه العامه. اسكو لهنا ترى انه ممكن الرياضات الالكترونيه تصيرش انتيغراسيون مع وزاره التربيه مثلا؟ ساعات نراو شباب في المدارس ولا في المعاهد نتاعنا نوعا ما بين قوسين تاعش الشباب نتاعنا، مش الكل بيسو، نحكيو على فئه معينه باش ما نظلموش الناس الكل، خاطر الناس الكل ثم شكون يقرا ثم شكون ديسيبليني، لكن هنا ما تشجعوش مثلا وزارة التربية انها تتعاون مع الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية، انها تولي مثلا في ساعة كروز نجم يدخل تلميذ كسوة يا يقرا يا مثلا ما عندوش باش يقرا، نجم يلعب بالجو هذه اللي ممكن تردوا على شيء الانترناسيونال موجود مثلا يفرض وجود، اذا كان هو ما نعرفش دوي ولا تونتيو مثلا في لي جو ما خممتوش في حاجة كما ذي. اولا زاد نسيت باش نشكر وزارة التربية اللي احنا معناتها مشينا انه عندنا. كان فكرتكش توا لازم تنسى وزارة التربية كنت. لا وزارة التربية نشكرها بالحق ونشكر السيد نيجي جلول انه معناتها معنا قلت لك زوز كلام باش يطلعوا معنا. دونك احنا هزينا كوم تاج لاسوسيسيون تونيزيان وحتى الانفيتاسيون اوفيسيال من عند الفيدراسيون انترناسيونال، هزينا اوراقي باش نقول لهم راهو عندنا زوز كلام باش يشاركوا، تنجموش يبوف سابسونتي بوندون اون سومين اللي هي من بدات عندها جمعه بور كيل بويس براتيكي ولا معناتها للتربصات، خاطر مش نجيو يسافروا نهار ليفينمون. دونك جمعه كامله ما مشيوش يقراوا، لان خذينا ديزوتوريزاسيون معناتها من عند وزاره التربيه، لانه خليو التلامذه هذوما يسابسونت باش يجموا يشاركوا في التربصات وزاد يجموا يطلع معنا دونك فما تشجيع قاعد بشويه من الوزارات كيما زاد التشجيع بالنسبه لوزاره الرياضه ووزاره التربيه، التعاون ما بيناتهم مثلا التلامذه اللي يقراوا يلعبوا على كيم ناسيونال مثلا، مثلا عندهم ستاج مثلا سوا ديزون احنا شهر في بلاد معينه، دونك نجم تخليهم تعطيهم لوتوريزاسيون ويعوضوا لهم دروس خصوصيه اخرى ولا دروس تدارك باش نجموا يفتحوا حتى شيء. وهذا شنو اللي صار معناتها؟ القرايه نتاعهم احنا في نحكيو يظل على الفيدراسيون. زدت عن دقيقة فقط دونك نحاولوا نلخصوا كل شيء. في الدقيقة هذه نحب نقول اللي باش نزيدوا ننظموا أكثر القطاع هذايا نتاع السبور الإلكترونيك. دونك احنا الأوبجيكتيف نيمورو 1 تاع الأسوسيسيون تونيزيان دي جو فيديو، وهوني ندعم كل الشباب اللي مشارك معناتها في القطاع هذايا أنه يأسس جمعيات تاع الرياضة الإلكترونية باش نجموا احنا، خاطر باش تعمل أون فيدراسيون تونيزيان تاع الرياضات الإلكترونية، الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية، لازمك 12 جمعية. دونك احنا لنا مازلنا ما أسسناش كل 12 جمعية، دونك لنا ندعو الشباب يأسس جمعيات بور جواندغ الفيدراسيون
فيدراسيون. باش نتابعوكم نحن ان شاء الله من 4 حتى 11 اكتوبر تاختي عالميه زاد نقعدوا نتابعوكم لحظه بلحظه. ميرسي بوكو امين ريحي على غالب الوقت خذنا شويه ممكن يكون نجموا نطولوا اكثر من هكا. نحكيو على الاول جامعه تونسيه للرياضات الرقميه, نحكيو على التاج, نحكيو زاد على الكومبيتيشن بالنسبه للتوانسه اللي باش يشاركوا فيها في جاكرتا كما قلت من 11 حتى من 4 حتى 11 اكتوبر. كاب اف ام الكلمه ليك.